الفيديوهات الارضيه تبعتي انا طول بالك، لو ما كانش في ارضيه طول بالك بعتقد ما كانش راح تلاقي الفيديوهات نجاح كبير اللي انا بطلعها او الفواصل اللي بطلعها، لانه عندي جمهور، الجمهور هذا استمديته من طول بالك، يعني عندي ارضيه اللي هي طول بالك، بعد ما صار عندي ارضيه وجمهور طلعت هذه الفيديوهات لاني واثق تماما انه في لي جمهور راح يتابعها. المواضيع اللي انا بتناولها هي من المجتمع ومن الشارع الفلسطيني، يعني المجتمع والشارع الفلسطيني في مشاكل كثيره ناتجه عن الاحتلال، عن الانقسام، عن حاله الانكسار اللي احنا بنعيش فيها، عن غياب الاحلام، عن يعني المشاكل الموجوده في البلد كثيره. فكل مشكله بنعرضها بقالب، سواء كان كوميدي او قالب درامي او قالب تراجيدي، مشان تصل الرساله صح. الفواصل اللي بعملها اللي هو لقاءاتي مع الجمهور ما بمسك فيها مايك، ما بيكون فيها مايك، بس مشان نحسس الجمهور او الناس والمشاهدين انه ما في حاجز بيني وبينهم، الموضوع بسيط جدا، بامكانهم انهم يتجاوبوا معايا بشكل حلو ولطيف جدا بكل موضوع انا باخده. تكلم حالك دايما؟ والله. ليش؟ بطلع هيك بقول نفسك تتزوج. ايش؟ اتجوز. اتجوز ولا اتجوج؟ اتجوز. بدك تتجوز؟ قديش عمرك؟ 16. يا زلمه 36 سنة. ومش عارفين يتجوزوا. مين؟ عمرك 16 سنة وبدك تتجوز. لا يا عمي، مين قال لك 16 ست سنين؟ لازم اقدم اشياء افضل من هيك. من خلال السينما بطمح لاني اكون ممثل سينما، ولكن للاسف الشديد مش بفلسطين ولا في غزه، لانه مش موجوده للاسف الشديد، ولا بالضفه ما في عندنا سينما يعني ابدا. بتمنى انه يكون في سينما، حتى اشارك بافلام سينمائيه خارج فلسطين، ولكن الافلام هذه تحاكي قضايا او قضيه فلسطين بالدرجه الاولى ومجتمعاتنا احنا. انا مش لحالي في تحقيق هذه الاهداف والطموحات، اكيد معايا جروب طويل عريض من خلاله ومستشاري الفني من خلاله. انا الناس هذول بكن لهم كل احترام والتقدير، هم يعني انا بدونهم ولا حاجه. بحكي كلمتين لجمهوري انه انا يا رب اكون عند حسن ظنهم فيما اقدم، هم اللي دعموني بكل كلمة وبكل حرف، وأنا بحكي لهم أنتوا على راسي من فوق، كل التقدير وكل الاحترام وكل المحبة من مؤمن شويخ لإلكم، أحلى ناس.